مساء الخير مشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في تغطية جديدة. معاكم تغريد سيد. احنا النهاردة موجودين في منطقة الخصوص، جايين نشاهد تفاصيل جريمة مأساوية، يعني مقتل طفل 13 سنة على يد، مش هقول شاب أو شخص، مجرم 30 سنة قتل طفل، والسبب يعني غريب، 300 جنيه. متخيلين 300 جنيه قتل طفل علشان بيقول له لا مش هديك الفلوس دي، بعد ما قال له اديني الفلوس ادفع الايجار قال له لا اهلي اولى بيهم. كانت النتيجة طفل يتقتل علشان رفض يديله تعبه وشقاه بالبلدي كده. احنا النهاردة معانا والد الطفل، خلينا نعزيه ونعرف منه الحكاية. البقاء لله. يعني مش حد يجي لك. احكي لي ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل مصطفى، حصل مصطفى اللص بتاعه قبضهم هما الاتنين وقال له يا كريم روح مصطفى لاهله، قال له حاضر يا اسطى. كريم خده ومشي بيه بدل ما يقعد على القهوه زي ما هو كان بيقول، ما قعدش على القهوه ودخل فيه في حرف وش القهوه، فاهم؟ خده وعمل جريمته ورجع ايه من 6:30 من 8 في ساعة، كان في ساعة كان فين دي ما يعرف، راح جاب علبة كشر وشرب وشيشة وشاي. وجينا احنا بقى تاني يوم نسألهم الجمعة، قال لك لا انا سبته عند القهوة. طيب يا كريم مشي ازاي، يمين شمال بتاع؟ القهوة مفتوح. قال لك لا انا ما خدتش بالي، ما اعرفش حاجة عنه، انا سبته في الحتة دي. لما رجعنا الكاميرات اللي هناك وبتاع لقيناهم هما الاتنين ماشيين مع بعض، بدل ما يقعد على القهوة لا دخل في الشارع اللي في وش القهوة وحاجة كده، والكاميرات ايه ما جابتش حاجة. بس ادي اللي انا اعرفه عن كل. يعني هو بعد ما قتله روح اكل؟ جاب وقعد ايه قاعد بيثبت حالة، هو بيثبت حالة اللي هو ايه قاعد على القهوة عشان اللي يسأل صاحب القهوة يقول لك ايه كان عندي الساعة كذا. يعني بس هو محسبها غلط اصلا. انت من ستة من الساعة ستة من ستة وربع لتمانية الا تلت كنت فين كله ده؟ ما عدت انت جاي القهوة تمانية الا تلت. قتلوا ازاي؟ انا حسب اللي هو سمعته، اللي انا سمعته بقول لك هو ايه حد مصطفى الفلوس قال له لا انا ايه امي اولى ايه اولى بيها، واخويا ايه تعبان اولى بيها الطار، هو بيحب طار قوي. انا ايه من ما رضيش، راح ايه راح زقه على السلم داخل البسطه بتاعت السلم وهو طالع من العماره دول، راح جاي من ورا وراح خانقه، راح مجرجره وخد منه ايه هما 310 عشان اللصه كان مديله 10 جنيه ايه عشان ما يفكش ال 300 جنيه ويجيب له اي كيس عصير بتاع وهو ماشي. هو بقى يوم الخميس ده بيجيب بقى ايه بيجيب حاجات لاخته ولاخوه طاهر، يعني هو واخدهم منه. ادي اللي انا ايه اعرفه. هو الواد اتكون معاه بس ما قدرش، الخبطه ايه اللي اثرت عليه الخبطه المخبط هنا طبعا، انت ما تتخبط هنا بتدوخي، فهمتي؟ ما ايه ما هاجرش. وبعدين انت تجيب يعني واحد عنده 12 سنه زي ما واحد عنده 31 ما تجيش. الخبر جالك ازاي؟ جالي على طريق الاسم. شكيت ولو بنسبه 1% في كريم؟ كنا شاكين اللي هو كريم، كان كل اللي الولاد كان مع كريم كان كله شاكك فيه، الناس كلها كانت شاكه فيه. انت لما مصطفى اختفى كنت متوقع ان هو يعني مات، حصل له حاجه؟ انا قلت ايه سهران مع زمايله بيلعب في الجراس، لما كان بيروح الجراس وكان بيسهر وهو مش متوقع لا مش متوقع عشان دي بس عشرة عمر وبتاع. وبعدين الناس بتتكلم بسيب اللي بيتكلم يتكلم، قلت ايه ممكن ايه بيقولوا كده وبتاع. راح هنا مع زمايله، قلت ممكن يكون مثلا ايه راح مصرف مثلا طلع مع زمايله مصرف وما قاليش، خاف يقول لي مثلا وبتاع. كنا ايه معشمين نفسنا بالكلمات دي. ايه الكاميرات اللي بينت لنا؟ ادي اللي انا اعرفه عن مصطفى.
الله يكرمك. مين حضرتك؟ صلاح. صلاح عبد الرازق جار مصطفى وجار كريم. عايز تقول ايه؟ عاوز اقول ان احنا عاوزين حق الواد يجي بس وخلاص. عاوزين العدل بس بتاع ربنا. مش عاوزين ازيد من كده. كبير كده النجوم كلها من بيت ما دخلت وشايفه صور وحاجات. ما عشان الواد كان كويس. الواد عشان كويس كان كويس. الناس كلها بتحبه. الناس بتحبه. عيل متطوع. خد يا مصطفى هات لي كذا. عينيا يا عم صلاح. كريم هو يعمل كده؟ لا. ليه؟ مش متوقعين. معانا في المنطقه وما سمعناش عنك حاجه وحشه، سمعنا عنك حاجه بسيطه بس مش مشكله. بس ما توصلش ان انت تقتل. ما توصلش ان انت تقتل. وتقتل ايه؟ يا ريتك بتقتل حاجه كبيره، ده بتفرح. علشان 300 جنيه. عشان 300 جنيه؟ لا حرام. ما بتاكلش غير حرام. واللي احنا عاوزينه عاوزين العدل بس بتاع ربنا. بس احنا مش عاوزين نزل من كده. بس احنا عاوزين العدل بس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه من قتل يقتل. ربنا اللي قال كده، ولا انا ولا حكومه ولا اي حد. ربنا سبحانه وتعالى نزل في كتابه العزيز ماشي، اللي يقتل يتقتل، اللي يسرق يتقطع. عاوزين ماشي، احنا عاوزين عدل ربنا بس، مش عاوزين ازيد من كده. احنا عاوزين عدل ربنا، مش عاوزين ازيد من كده في الدنيا خالص. احمد ابراهيم. اهلا بيك. مصطفى كان شغال معاك؟ مصطفى ده كان ابني، مش ما كانش شغال معايا، لاني كنت بامن على كل حاجه وكنت بصراحه بروح مشاويري وهو موجود في الجراج. ولما تاه وتاه ومبقاش موجود، كانوا اول ناس سالوني انا. قالوا لي فين مصطفى؟ مش عارفين هو فين يا احمد. كانت ام والدته كلمتني. قلت لها انا بقالي يومين ما شافوش، اخر يوم شفته كان يوم قبل يوم الاربعاء، كان يوم الثلاث. قلت لها بعد كده ما شفتوش. فقالت لي ده بقاله يومين غايب. قلت لها يمكن راح مشوار بيت مع، طالما قابض معاه مصاف فلوس وبيصرف وفي سايبر بتاع كده. ما كنتش متخيلين ان كريم زي ما صلاح قال هو اللي عمل كده. مش متخيلين. لا طبعا. مش متخيلين. لا طبعا. ازاي واحد مأمنك الوسطى وهو مأمنك عليه يروح روحه انت تعمل معاه؟ وهو قدامنا على طول، كريم قدامنا على طول. قدامنا على طول، هما الاثنين قابضين مع بعض وخارجين مع بعض. يعني ده معاه فلوس وده معاه فلوس. يعني كريم، كريم ده معاه 950 جنيه اكتر من مصطفى. مش يبص لي 300 جنيه ويموت الواد ليه؟ هو طبيعي ولا بيتعاطى حاجه ولا اصل مفيش حد بيعمل كده؟ والله احنا سامعين ان هو بيتعاطى. احنا سامعين ان هو بيتعاطى. انا ما شفناش حاجه عليه. بس احنا سامعين ان هو بيتعاطى. بس حتى لو بتعاطى يعني مش ليه؟ مش هتوصل للدرجات دي ان هو وعشره، وعارف اهله وعارف مصطفى ده مين وعارف، عارف كل حاجه، عارف كل حاجه، عارف ان هم جيران مع بعضيهم. مش واحد حتى مقابله في الشارع ولا بتاع، وما يستاهلش. والواد ماشي معاه بكل بساطه في الكاميرات، مش رايح لموته. هو الولد رايح لموته. هو ما سايبش عليه حد. يعني كريم بيدور معاكم عادي؟ كان بيدور معانا عادي. اليوم قبلها بيوم سالت والده مصطفى، قلت لها هو فين كريم؟ قالت لي كريم راح الشغل وفي البيت. قلت لها راح هاتوا كريم، جماعه اصحابنا هنا واخواتنا. قلت لهم راح هاتوا كريم من البيت يدور معاكم. كان بيدور معاهم عادي، وكان بيدور بيبص في الكاميرات، واداهم وقت غير الوقت اللي هو خارج بيه او مش هو مصطفى عشان يتوهم. لكن ربنا ظهر الحقيقه. طبعا. فمنه لله، احنا عايزينه يتعدم. والدة مصطفى يعني مش عارفين نقول ايه غير البقاء لله. عايزه تقولي ايه؟ انا عايزه كريم يتعدم مش اكتر. بجد يعني عايزه كريم يتعدم في اسرع وقت. والله عايزه، لا مش عايزه حكم. انا مش عايزه حكم مشدد. انا عايزه اعدام زي ما ابني مات كريم يموت. مش عايزه كريم يعيش سنه ثانيه كده، ثانيه ولا شهر. انا عايزه كريم يموت زي ما ابني مات بامانه. يعني انا بصي عايزه في اسرع وقت، مش عايزه شهر ولا شهرين. زي ما كريم موت ابني، انا عايزه الاقي اللي موت كريم. عشان مصطفى بجد ما يستاهلش ان هو يموت كده. كلنا هنموت، بس مصطفى ما يستاهلش ان هو يموت كده. يعني تاخد غادر بسبب 300 جنيه.
بأمانة ربنا مصطفى لا ما يستاهلش كل ده بصراحة. ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله بإذنك انت رب نفسي حقه يرجع بأمانة. انا شايفة تحت صور انا عايزة كريم كريم كان كان سارق ثواني كريم كان سارق من الشخص ده كريم كان سارق من الشخص ده صور عشان امشي من بره ممكن حد بس ينزل معايا يعني احنا هننزل دلوقتي هنشوف معانا يعني صور صور مصطفى لا معلش تعال يا سيد حضراتكم هتشوفوا معانا دلوقتي صور مصطفى وهي موجوده في الشارع يعني حاجه توجع القلب حضراتكم شايفين معانا احنا امام بيت مصطفى اللي حصل فيه الواقع شايفين صور مصطفى حضراتكم شايفين معانا يعني حاجة توجع القلب طفل زي ده يحصل فيه كده علشان 300 جنيه يعني مش عارفة اقول ايه بجد حسبي الله ونعم الوكيل يعني اتقتل غدر علشان 300 جنيه علشان حب صورة تاني هنا كده صورة هنا كده تاني صور موجودة في كل مكان حضراتكم شايفين معانا كده لا حول ولا قوة الا بالله يعني برضه كهنا اهو حضراتكم شايفين معايا لا حول ولا قوة الا بالله يعني ربنا يصبرهم جميعا يا رب احنا النهارده متواجدين عند بيت المجني عليه نرصد لكم تفاصيل الواقعة المأساوية مقتل طفل على يد شاب والسبب 300 جنيه حبي عايفر وقال لي لا اهلي اولى بيهم وكانت النتيجه قتل الطفل شكرا لكم مشاهدي جريده المصريه من كل مكان اوعى يا ابني جوه كده اوعى